هلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الناس في أسبوع. خلال هذا الأسبوع زار الرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين لعمل محادثات لوقف تصعيد الأزمة الأوكرانية. الإعلام الرسمي قال أن المحادثات مثمرة، إلا أنه الأخبار المسربة تقول عكس هذا. في فيديو منتشر اعتبره الناس دليل على أنه المحادثات باءت بالفشل، شوهد بوتين هو يمشي وتارك خلفه الرئيس الفرنسي ولم ينتظره كما هو البروتوكول المتبع. في اللقطات المتداولة أشار بوتين إلى ماكرون بأن يمضي على ما يبدو في اتجاه الخروج من قاعة المؤتمر، فكان مشهد خروج الاثنين من القاعة مثير لردود الفعل عبر السوشيال ميديا، تحديدا مع ظهور بوتين متقدم في السير بينما يحاول الرئيس الفرنسي اللحاق به.